my dear friend and brother, thank you very much. And now with Dr. Karim Abdel Kawy. الحقيقة دائما أنا بقول لو في لو أنا عايز أخد جلسة هبقى عايز دكتور كريم عبد الأوي هو اللي يبدأ، لكن هو دايما بيأخر عليا. دكتور كريم عبد الأوي زي ما بيقولوا كده الحقيقي التقي، أحد الناس اللي هو ما بيحبش الظهور، لكن من الناس اللي بيحبوا العلم جدا وبيذاكروا حلو قوي وبيحضروا كل حاجة أي إيفنتس بتبقى موجودة. فالحقيقه انا بتشرف ان يعني بقدمه. هيكلمنا عن الميزد درينك بين كونزرفتيف اند سيرجيكال ابروتشز ان فيلر ستابلر انتربت بيشنس. انا مش عارف كم حد سمع عن الفاي يا جماعه. فاي يعني ثلاثه منهم دكتور رامي. فانا عايز اقول لكم ان الفيلر ستابلر انتربت الفريكونسي بتاعته بقى لنا نشوفها في العيادات تقريبا زيها زي كونتر ماليشيا. الفريكونسي بتاعتها كبيره جدا. انا في انتظار دكتور كريم هو يكلمنا عنها، وده حاجه من الحاجات اللي هو متخصص فيها. السلام عليكم وبركاته. ازيكم يا دكاتره؟ منورين المؤتمر. الحقيقه يعني انا بشرف النهارده في الحفل الكريم بتاع حضراتكم. نعم. الحقيقه بتشرف وجودي مع حضراتكم النهارده من كوكبه يعني من اساتذتي والتلامذه بتوعنا ويعني اصدقائي الاعزاء وزملاء المهنه يعني الكبار دكتور محمد حلمي ودكتور عمر. ربنا يبارك فيك دكتور عمر. ويعني انا مش عايز انسى حد الحقيقه من الاصدقاء الموجودين، وبوجه الشكر طبعا للدكتور علاء بلبع في التنظيم وشركه اون، بحيث ان هم ما شاء الله يعني قدموا لنا حاجه كويسه نفخر بيها قدام المهنه الطبيه الاخرى. الحقيقه انا النهارده حابب ان انا اتكلم على محاضره يمكن تفتقد للتواجد الحقيقه في المهنه بتاعتنا بصوره مفقوده. ويعني حبيت ان انا ادي هنت لحضراتكم على اللي بيحصل في الحالات ديت من ناحيه الريهابيتيشن في الكونسرفتيف تريتمنت والسيرجيكال ابروتشز اللي بتتم معاها. لدرجه عايز اقول لكم يعني في اساتذتنا من دكاتره العظام حاليا بيتفرجوا على المحاضره ديت من تشوقهم لدورنا في الحالات اللي بنقابلها بالنسبه للهيب جوينت. طيب مبدئيا كده عايز اعرف مين من حضراتكم قابلته حاله الفار فيميرو استابيولار امبنجمنت. شايفين؟ ايه رايكم؟ تقريبا يعني يتعدوا على الصوابع. طب مين بقى شايف من حضراتكم حالات بوست اوبرتيف فاي ارثوسكوبيك ريبير؟ تقريبا معنيه على الصوابع برضو. ده يوجهنا ان فعلا الحالات ديت مش من السهل ان احنا نقدر نكتشفها، وكل الليترشرز فيوز اللي موجوده دلوقتي والريسيرش وركس حقيقه تفتقد ل يعني الاند ابروتشز اللي احنا بنقدر نعملها. ولذلك اتعرفنا ان شاء الله النهارده في المحاضره ان لازم البلان بتاعت الحالات بتاعت الفيمنال سابلر مانجمنت تبقى تيلورد على البيشنت himself. تمام؟ بسم الله. طيب لا ما نقولش. تمام. بالنسبة لشباب البوينتس اللي احنا هنغطيها النهارده في المحاضرة بتاعتنا، هناخد جنرال اوفر فيو على الفاي. عايزين نعرف ايه هو الفاي دوت. هنعرف الايفيدنس اراوند التريتمنت بتاعت الفاي فيمرو استابيولر امبنجمنت. في مسترنج ما بين الكونسرفتيف والسيرجيكال ابروتشز اللي بتتعمل في الحاله دي، مين الحاله اللي تمشي كونسرفتيف، مين الحاله اللي تمشي اوبرتيف، والخناقه شغاله الحقيقه ليل ونهار. فتعالوا نحاول نفك الاشتباك اللي موجود ما بين الحالات دي. والكلينيكال تيبس اباوت الكونسرفتيف والسيرجيكال تريتمنت والتيك هوم مسجز اللي احنا هنعرفها في اخر النهارده. طيب
مبدئيا احنا عندنا سي تايبس اوف هيب امبنجمنت زي ما حضراتكم شايفين كده، في الكام، في البنسر، في الميكس تايب. الكام امبنجمنت ده عباره عن اليفيشن بيحصل في الهيد اوف النك بتاعه الفيمر زي ما انتم شايفين في اليفيشن في البون. البنسر بيبقى الاليفيشن من ناحيه الاسيتا كده تمام. الميكس تايب يا اما نلاقي الاليفيشن موجود من ناحيه الاستابيلم او من ناحيه ومن ناحيه النك اوف فيمر، فده بيبقى الميكس تايب. الكام تايب بنلاقيه في الميلز اكتر من عمر من 20 ل 30 سنه. الفيميلز بنلاقي في البنسر امبنجمنت بيبقى اكتر، بتلاقي الايدج بتاعهم من 30 ل 40 سنه. والكومن تايب اللي احنا دايما معظم الحالات اللي بنشوفها هو الميكس تايب. بدايه معرفتنا في الهيب امبنجمنت كان في التسعينيات الحقيقه، ودلوقتي اكسيدنتلي ديسكفرد مع الحالات بتاعتنا، وتلاقي الحالات بتجيلنا عبارة عن low back pain. يعني معظم الحالات اللي أنا بشوفها الحقيقة بيبقى معظمها جاي low back pain ويقعد misdiagnosed سنة واثنين وساعات ثلاثة لحد ما في الآخر يكتشفوا إن هو femoroacetabular impingement، وفي الآخر يبقى هو الحل بتاعه كان operative management. طيب تعالوا نشوف كده الcomplications تحصل مع الهيب impingement إزاي بتحصل. غالبا الحالات تبقى سيمتمايز بعد سن ال20 زي ما احنا شفنا كده من 20 ل 30 سنه تقريبا. بيبقى البيشنت عنده ممكن الكام مولود بيه وعنده البنسر مولود بيه، لما يبدا يحصل ريبيتيتيف موشنز زي الهيب كونتينوس فليكشن، لما يحصل جيركي موفمنت اراوند الهيب جوينتس تبدا المشاكل تحصل. بدايه المشاكل بتبدا تحصل على الامبنجمنت اللي بيحصل على الانتيريور ليبرم زي ما انتم شايفين هنا، يحصل انجيجمنت للنيك اوف فيمر مع الانتيريور ليبرال ويبدا يدخل في السكند ستيجز، يبدا يعمل كومبليكيشن على البوستيريور ليبرال، فيحصل انجيجمنت للانتيريور والبوستيريور ليبرال، ومع الكونتينيتي بتاعت الديجنريتد بروسيس اللي بتحصل يبدا الكارتريدج نفسه هو كمان يتاثر، الاستابلر كارتريدج تمام، ويحصل كارتريدج ديلامينيشن، ويحصل كوندرو، يحصل ارثريتيك تشينجز في الكارتريدج اراوند الاستابيلم، وكمان نلاقيه ممكن يبقى من ناحيه الفيمر زي ما احنا شايفين كده ان يحصل ارتيكولار كارتريدج ارثرايتس تمام. والكونتينيشن بتاعت الحالات ديت يفضل البيشنت يمشي ويعمل السبوتد بوزيشنز والديب سيتنج ديب سيتد بوزيشنز، يوصل في الاخر الليبرال تير، وتبقى الكومبليكيشنز تتعاقب مع العيان بحيث في الاخر يوصل لنا للكومبليكيشنز اللي احنا بنشوفها مع الفاي بيشنتس. وكمان تلاقي السورس كمان مش هتسكت، تبدا تدخل يحصل لاتنت نايتس، يبدا يحصل برسايتس راوند الهيب جوينت، ونسمع على البيشنت بيبدا يشتكي من سنابينج، ويبدا يشتكي من بين راوند الهيب جوينت، وساعات ممكن يحصل مرحله الكلكس، يوصل مرحله اللوكينج زي ما النسكل يحصل له، نسكل التعميم يحصل له انجيجمنت كده ما بين الفيمر والتيبيا، ويحصل لوكينج في الني جوينت، برضه ممكن يحصل لوكينج للهيب جوينت، والبيشنت يضطر يروح للدكتور الجراح عشان يفك له اللوكينج اللي ممكن يحصل. طيب الريسك فاكتورز بالنسبه للبيشنتس دول مين هم العيان السسبتبل للفاي؟ البيرسس ديزيز، عندنا السلد كاميتال فيمورال ديفيسيس، عندنا الحالات اللي فيها عندنا ريبيتيتيف موشن للهيب جوينتس زي الالعاب الرياضيه اللي فيها دايما كونتينوس هيب فليكشن زي الرانرز بالذات تمام. حتى هنلاقي في ابحاث معموله على الرانرز. بالنسبه للحالات اللي فيها الاكستريم هيب فليكشن هي دي فعلا اكتر حالات بنلاقيها سسبتبل للفاي. الدايجنوست بتاع الفاي الحقيقه بيتم عن طريق اكتر من بروسيس، مبدئيا الهيستوري تيكينج، والحقيقه من اهم مراحل الدايجنوست الفاي هو الهيستوري تيكينج، ان الدكتور ما بيسمعش العيان كويس، وانسى ان هو خد الهيستوري كويس يبدا يكتشف فعلا وجود الفاي. والحقيقه انا شفت حالات سنتين ثلاثه ونوت دايجنوست بسبب ان الجراح او الدكتور عموما او الفيزيكال سيرفيس ما بيسمعش الجراح للبيشنت كويس،
وتبدا المشكله تتفاقم مع العيان. الفيزيكال اكزاميشن طبعا لينا تست تعمل للفاي البلين اكس رايز. مبدئيا اول ما بشوف العيان الافضل ان ما اطلبش منه ام ار اي ولا ام ار اي اللي هي الماجنتيك ريزونانس ارثروغرافي. بالنسبه للحالات دي بنبدا الاول بالبلين اكس راي في فيوز مختلفه زي البي اي فيو وفي الفروج لاترال بوزيشنز تبدا تبين لي الكام امبانجمنت. وعندنا ساعات يعملوا عشان يتاكدوا ان البين ده السورس بتاعه هو الهيب جوينت يعملوا انتر ارتيكولار انجكشن ويشوف البيشنت اتحسن ولا لا. تمام. طيب الهيستوري بتاعنا البيشنت اللي جالنا بسي ساين بين يبقى مشاور على المنطقه بتاعت الهيب جوينت وساعات البين يمتد لللور باك. فبتبقى الامور بالتدريج بتتفاقم مع العيان مش عارفين المشكله هي ساكرييليك جوينت باك بين ولا هيب جوينت ولا جروين انجرس. ساعات يبقى مشخص ان هو ادكتور تنتنايتس او حاجه. طيب الفيزيكال اكزامينشن اللي احنا بنعمله عندنا الفيبر بوزيشن دول المين تست اللي بتتعمل حقيقه للفيبر للفار فيبر بوزيشن. وعندنا الليبرال ستريس تست بتتعمل الليبرال ستريس تست من مالتيبل انجلز والحقيقه كل انجل بتوري لي الانجيجمنت اللي ما بين الليبرال والنيكو فيمر بيحصل في انهي انجل بالظبط. يعني بنبدا من 50 درجه بنبدا من 90 درجه وبيوند ال 90 لحد 100 درجه ونبدا نعمل هيب فلكشن ادكشن وسلايت انترنال روتيشن يبدا يظهر لي البين وساعات اللوكنج بتاع الهيب جوينت. الراديوجرافز اللي احنا بنشوفها زي الاي بي زي ما حضراتكم شايفين كده الكام امبنجمنت اللي بيبقى موجود على ده موجود حتى باي لاترال يمين وشمال. ده الكام امبنجمنت اللي بيبان في الاكس رايز وده 45 ديجريز دان فيو بيبدا برضو يحصل انجيجمنت ما بين الفيمورال هيد والاستابيلم. وفي عندنا الفروج لاترال بوزيشن وفي عندنا الفورس بروفايل فيو. كل دي فيوز بتبين لنا في الاكس رايز الهيب امبنجمنت. طيب الـ MRA أو الـ Arthrography Magnetic Resonance Arthrography بتبين لنا إيه يا شباب؟ بتبين لنا ده Normal Hip بيبقى الليبرام زي ما السهم كده موضح ده الانتجريتي بتاعته ما بين الليبرام والأستابيلم. لما بيحصل Detachment مع الـ Continuous Degenerative Process اللي بتحصل في الهيب جوينت يبدأ يحصل Separation. إلى الآن لم تثبت يعني ما شافتش غليل الناس كلها مين العيان اللي مشي كونسرفتيف مين العيان اللي مشي اوبرتيف. خلينا نستعرضها كده مع بعض. طيب هقول للمحاضره بتكلم كده شويه عشان خاطر الاونلاين يتابعونا. الاونلاين فاصل دلوقتي بس قدامنا دقيقه. الحقيقه الفاي بيشنتس ما ينفعش ان انا ابص بس للعيان من ناحيه الهيب جوينت، لا لازم أنا ابص للعيان از وان يونت، لازم ابص على اللور لمب من اول الفوت زي ما سمعنا توب ديفيد كومار امبارح بيتكلم على الفوت وازاي ان هي بتاثر لحد الهيب جوينت وتعمل لنا حاجه اسمها اسندنج تشين ليجنز وتبدا تاثر على الهيب جوينت. ازاي ان اللمبر سباين وتاثيره على الهيب جوينت. دكتور هيثم الحقيقه اتكلم في حاجه لطيفه امبارح بالنسبه للهيب روتيشن واللمبر روتيشن علاقه الهيب روتيشن واللمبر روتيشن وحاطط لكم الليترتشرز ديت ازاي هي بتتكلم على علاقه اللمبر روتيشن والهيب روتيشن. ايه العلاقه ما بين اللمبر فليكشن والهيب فليكشن اللي بيحصل؟ اول من الحاجات اللي بتثبت فعلا علاقه اللمبر فليكشن والهيب فليكشن لو عندنا عيان عنده ستيف فليكشن تخيلوا كده هيقعد ازاي. احنا محتاجين نقعد بلمبر فليكشن فهنضطر غصب عننا بزلمه اللمبر فليكشن ان احنا نقعد بانتيريور بلفيك تلتنج. الكونتينيوس انتيريور بلفيك تلتنج ده يعمل مور انجيجمنت على الليبرام ويبدا يعمل لنا ليبرال تير ويعمل لنا مشاكل. فبالتالي العيان ده اللي بيحصل له ليبرال انجيجمنت وعنده انتيريور اكسسيف انتيريور بلفيك تلتنج تفتكروا ده محل جراحي ندخل ونصلح الليبرم ونبدا نعمل ديكومبريشن للي هو اصلا موجود عنده طول عمره ولا ان انا مجرد بس ان احنا
نعمل كوركشن للبايوميكانكس وكوركشن للوضع بتاع البلفس. اكيد طبعا كوركشن للبلفس اللي هو عامل لي اكسسيف انتيريور بلفيك تيلتنج. مجرد ما نبدا نعمل التكنيكس اللي تعمل لي كوركشن للانتيريور بلفيك تيلتنج ده بيقلل فرصه الانجيجمنت اللي بيحصل بين الليبرم والفيمورال نيك. طيب بالنسبه للحالات اللي فيها اللمبر قلنا روتيشن يعني اللمبر روتيشن بيبقى دايما كورسبوندنج للاوبوزيت سايد الاوبوزيت هيب. فبالنسبه مثلا فور اكزامبل لو انا عايز اعمل رايت لمبر روتيشن ده هيبقى كومبايند مع الليفت هيب جوينت انترنال روتيشن. فلو في ليميتيشن في الانترنال روتيشن للليفت هيب جوينت هيبدا ياثر لي على اللمبر سباين. فبالتالي نفس الكونسيكونسز اللي احنا قلناها ده كلام دكتور هيثم كان في يعني ريسيرش ورك كان موجود. ف يعني الحقيقه ذكرنا الامر يعني على اساس ان لازم حالات الهيب جوينت نبص على اللمبر سباين. طيب الحالات الثانيه اللي ممكن بنقابلها ريليتد للبلفيك كونجيشن ومشاكل البلفس اللي بيبقى فيه بلي ابدومن كبير وتؤدي لي اكسسيف انتيريور بلفيك تيلتنج. فعلا ده دي من ضمن الحالات الكيسز اللي بتقابلنا اللي بتزود لنا البلفيك كونجيشن وبالتالي يزود لي فرصه الانجيجمنت والفاي. طيب فقلنا الانتيريور بلفيك تيلتنج الليمتد لامبر فلكشن يؤدي للبيشنت ان هو يبدا يقعد في انتيريور بلفيك تيلتنج في السيتد بوزيشن فده يزود لي فرصه الفاي. طيب الاسسمنت بتاع الهيب روتيشن واللامبر روتيشن زي ما احنا عرضناها قلنا الروتيشن لما يبقى ليمتد في الهيب جوينت ياثر بالتالي على اللامبر سباين وفايس فيرسا. بالنسبة للانتيريور بلفيك تيلتنج كل ما زاد الانتيريور بلفيك تيلتنج يبقى الإيليم يبقى او الاسيتابيلم والإيليم هم اللي بيبقوا انتيريور بوزيشن على الفيمر فده يعمل انجيجمنت فعلا بدري ويسبب الفرق. بالنسبة للكونترا اندكيشنز بالنسبة للسيرجي لما بنلاقي عيان عنده ارثريتك تشنجز بدات تحصل في الهيب جوينت اعرف ان الاوت كامز بتاعت العمليه ديت مش هتبقى كويسه. بالنسبه للريسك فاكتورز بتاعت العيانين ليترشرز برضو بتقول ان لو في كونترول ريجنز لو كان في استابيلم ارتيكولار ديستربشن موجود لو عندنا ارثريتك تشنجز موجوده كل دوت بيأثر لي على الاوت كامز بتاعت العمليه. هعرض سريعا كده السيرجري بتاعت الفاي ازاي بتعمل. زي ما شايفين البيشنت نايم سباين ويبقى بيحصل ديستراكشن للبوست لور لمبس وزي ما شايفين السيباريتور اللي ما بين رجل العيان يعمل يفضل العيان في ديستراكتد بوزيشن لمده ساعتين او ثلاث ساعات. الحقيقه انا في نقطه عايز اذكرها ان ما لقيتش الليترتشرز اللي بتتكلم على الموضوع دوت ولا حتى ارتكلز صغيره ولا حاجه. الدستراكشن فورس اللي بتتم ديت كتير جدا من العيانين بشوفهم عندهم ني بين بعد السيرجري دي وان اكسبلينت مجرد ما بيخرج من العمليه عنده ني بين. ليه؟ انا الحقيقه لسه عايز نفكر. اعتقد ده من الدستراكتد بوزيشن اللي بيفضل فيه العيان لمده ساعتين او ثلاثه. طيب اول ما اتقالت العمليه دي الحقيقه كان في التسعينيات في ثلاثه بورتلز ثلاثه انسيجن سايت موجوده بعد العمليه بنشوفهم انتيريور وانترولاترال وبوستيريور. ده الريبير اللي بيتم في العمليه زي ما انت حضراتكم شايفين الليبرم لما بيحصل له ريبير وبيبداوا يعملوا ديبرايفمنت الكام والبنسر يعملوا له ريسبشن. بالنسبه للبروميسنج ريزلتس بعد العمليه هنقول ليها واللي عليها. الحقيقه العمليه فادت حالات كتيره جدا. كل ما كانت الحاله مش ما دخلتش في الجنريتد بروسس بصوره كبيره كل ما كانت الاوت كامز بتاعتها بتبقى حقيقه كبيره. بالنسبه للدي اكتيفيتيز برضه بتاعت العين لان هي بتزيد بوست اوبرتيفلي لحد ممكن يعني الايرلي اوت كامز بتاعتها من 3 ل 6 شهور البيشنت بيرجع فانكشن كويس والريتيرن تو سبورت بيبدا ممكن بعد سنه.
بالنسبه للبين لقينا السفيش بتاع البين بتاع البيشنت الحقيقه على الفاز سكيلز بتبدا تقل، ولقينا العيان فعلا بيستفيد جدا من العمليه بتاعه الاستوسكوبيك ريبير. بالنسبه للحالات اللي طولت بعد العمليه بقت انجيجد للفيزيكال ثيرابي بروجرام اللي بيتعمل، الحاله الاوت كامز بتاعتها بقت كويسه جدا، لكن العيان اللي فصل بدري وزهق لان هي البروسيس بتاعت الرهاب افتر سيرجري ممله وطويله والعيان ما بيلاقيش فيه يعني تشنجز كتيره بعد العمليه فبيزهق ومل. لقينا ان العيان اللي بيطول معانا لمده من 4 لـ6 شهور ده بيدي اوت كامز كويسه جدا. اللي فصل بدري الحقيقه كانت الاوت كامز بيبدا يجي لنا بكومبليكيشنز اكتر وساعات يحصل فيلير للسيرجن. بالنسبه للرانرز لقينا ان هم بيستفادوا فعلا ويرجعوا للرننج ريت بتاعهم بعد العمليه من ست شهور لسنه، وموستلي من اكتر من الريسيرش ووركس اللي اتعملت كانت قالت ان هو بعد سنه. بالنسبه للونج تيرم اوت كامز بتاعت العمليه في بحث الحقيقه كانت عمل لقينا ان ممكن لحد 5 سنين الحالات ديت الحقيقه كان في ريزلتس كانت كويسه جدا. بالنسبه للميتا اناليسيس برضو اللي اتعملت للاوت كامز عرفنا ان في الريتيرن اوف سبورت كان بصوره جيده جدا. بالنسبه برضو دي برضو بحث ثاني بيقول لنا ان في امبروفمنت افتر سيرجري. Considerations بالنسبة للعملية، أول حاجة شباب بنبدأ إن إحنا يعني نعملها pre-operative assessment. كل ما العيان اتعمل له pre-operative assessment كويس كل ما كانت الأوتكمز بتاعت العملية أفضل ممكن. كل ما اتعمل pre-operative rehab كل ما كانت العملية الأوتكمز بتاعتها كويسة جدا. كل ما كان البيشنت دي تاني كل ما كان اتعمل بالنسبة للweight bearing كل ما كان فيه good كوميونيكيشن ما بيننا وبين الجراح كل ما كانت الاوت كامز بتاعت العمليه كويسه جدا. الويت بيرنج دايما بناخد فيه راي الجراح، في منهم من يحب النون بيرنج، في منهم من يفضل البارشال ويت بيرنج اكوردنج اللي هو شايفه جوه العمليه. كل ما كانت الجينيتك بروسس كبيره كل ما كان التير كبير والانسيجن اللي اتعملت في الليبرم كبيره كل ما كان النون بيرنج هيبقى افضل في الحالات اللي زي كده. الجنت بس فرينج اوف موشن وزنيت اوف بين، رجاء ما حدش يزود على العيان ده البين بعد العمليه، اشتغل وزن ليميت اوف بين، بلاش اكسسيف هيب فلكشن بلاش اكسسيف هيب اكسترنال روتيشن، بنبدا نشتغل جرادوالي وزن ليميت اوف بين. الاسترتشز مهمه جدا للانتيريور هيب كبسول، مهمه جدا الاي سوس افتر 2 ويكس بعد العمليه، وده اكزامبلز للاكسرسايز اللي بتتعمل بوست اوبرتيف. الجراديوال بوشز اكتف واكتف ستنسنج بروجرام مهم جدا، ما دونت اكسبريت دونت اكسيد ذا بيشنتس ليميت ات اني ليفل اوف ذا ريهاب بروسيس. والنيورو ماسكولار ريهابليتيشن اولسو از ريكوايرد، ما ينفعش ان انت تسبق الاكسرسايز لود ان انت بتعمله للبيشنت. ده بالنسبة برضو للليت اوبرتيف فيزز بتاعتنا، نبدأ نزود في الويت بيرنج اكسرسايز ونبدأ نزود السبورت سبيسيفيك ريهاب البيشنت. الكونكلوجن بالنسبة لينا النهاردة، الحالات بتاعت الفاي مش حالات سهلة، رجاء لازم تعملها جود اسسمنت قبل العملية عشان تقدر تاخد قرارك. كل ما كان العيان عنده degenerative changes كل ما كانت conservative treatment أفضل بيه. كل ما كان العيان early diagnosed وما عندوش أي degenerative process حصلت بعد حصلت فبالتالي conservative treatment أفضل. لو البيشنت دخل في اللوكينج ودخل في الليبرال تير الأفضل ليه العملية. بالنسبه للكونسرفتيف تريتمنت بتاعتنا بتبقى تيرد على العيان، البري اوبرتيف مهم جدا، البوست اوبرتيف ريهابليتيشن مهم جدا ان احنا نهتم بيه للترمينال ستيج بتاعه البيشنت، والجود كوميونيكيشن ما بيننا وبين الجراح مهم جدا. شكرا ليكم، اتمنى انكم تستفدوا.